نشوف مصر حصل فيها ايه النهارده. والحقيقه النهارده المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء قال امام المؤتمر الاقتصادي الثاني لمؤسسه اخبار اليوم اللي انعقد تحت عنوان طريق المستقبل رؤيه على ارض الواقع، ان الحكومه ما عندهاش عصا سحريه لحل المشاكل وان هي اكيد محتاجه لدعم من الشعب. كمان وزير الماليه قال انه أو هو يعني كان ليه تصريح لافت جدا النهارده في المؤتمر، وقال وأكد إنه سعي الحكومة لاقتراض 3.5 مليار دولار من مؤسسات دولية، وقال إن احنا ممكن نلجأ لصندوق النقد. تعالوا نشوف تفاصيل أكتر عن مواجهة الحكومة خاصة للأزمة الاقتصادية في التقرير اللي عملناه لحضراتكم في البيت بيتك. يمكن كثير من الإصلاحات قدرنا نعملها بشكل أسرع. الاقتصاد المصري بيمر بعنق زجاجة بقاله فترة كبيرة، عشان كده بتقوم الدولة بمجهود كبير بالتعاون مع القطاع الخاص لرفع مستوى الاقتصاد تحت عنوان مصر طريق المستقبل رؤية على أرض الواقع. انطلق المؤتمر الاقتصادي الثاني اللي بتنظمه مؤسسة أخبار اليوم. تتضمن الأهداف الاقتصادية مضاعفة نسبة النمو في القطاع الصناعي، ومضاعفة حجم وقيمة الصادرات، ومراعاة تشجيع الصادرات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي والتي تشغل عمالة كثيفة، ودفع قطاع السياحة والعمل على استعادة معدلات نموه، وتعظيم الاستفادة من المناطق الأثرية والمقاصد السياحية والشواطئ الممتدة والمناخ الملائم في مصر. عدد كبير من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين شاركوا في رسم مستقبل مصر الاقتصادي في المؤتمر اللي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية. احنا عندنا هدف، احنا السنه دي اللي انتهت 30/6/2015 معدل النمو اللي احنا متوقعينه يكون في حدود او يفوق بقليل رقم ال 4%، فمحتاجين نزود رقم ال 4% الى حدود 5 إلى 5.5% على مدى الثلاث سنوات القادمه. فكره بتيجي وبعد كده تاتي الدراسه، الدراسة يا إما تؤكد الفكرة نكمل، يا إما الدراسة بتقول لنا لا لابد إن إحنا يعني ننظر في شكل مختلف، وده اللي إحنا المرحلة اللي إحنا فيها دلوقتي. المؤتمر الاقتصادي الأول اللي اتعقد في سبتمبر السنة اللي فاتت أسفر عن قرارات كتير مهمة، ومهد الطريق لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومهد كمان للحوار الجيد مع المستثمرين. نقاشات جادة ومستمرة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص لتحسين وضع الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة عن طريق الخروج برؤى لمشاريع هيتم طرحها على مجلس النواب القادم والبدء في تنفيذها من خلال جدول زمني محدد. آية جمال الدين، البيت بيتك.